لأول مرة الفنان مصطفى فهمي يخرج عن صمته ويرد على طليقته. الفنان مصطفى فهمي يكشف تفاصيل جديدة حول أزمته مع طليقته اللبنانية. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كورة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو لتسعة آلاف لايك. لو بتحب الفنان مصطفى فهمي ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع الفنان مصطفى فهمي. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. لأول مرة الفنان مصطفى فهمي يخرج عن صمته ويرد على طليقته. أصدر الفنان مصطفى فهمي بيانا كشف فيه ملابسات الخلاف بينه وبين زوجته السابقة الإعلامية فاتن موسى، وأوضح أن الأخير اقتحمت شقته بالاستعانة ببلطجية وارتكبت جرائم يحاسب عليها القانون، مستغلة عدم تواجده في القاهرة على حد قوله. وشدد فهمي في البيان أنه لن يتنازل عن حقه، كاشفا أنه تناقش مع زوجته السابقة في موضوع الطلاق أكثر من مرة، وذلك بعلم والدها وشقيقها على أن يتم ذلك بالتراضي بعد أن أصبحت الحياة الزوجية بينهما مستحيلة. وردا على الدعاية بتبديد ممتلكاتها الخاصة، قال فهمي في البيان: تدعي أنني أخذت ملابسها وأحذيتها، فعلى الجميع أن يعلم أني تزوجتها ولديها شنطة ملابس واحدة وطلقتها وهي تمتلك 18 شنطة ملابس، إلى جانب مقتنيات خاصة اشتريتها لها فضلا عن سيارة جديدة كتبتها باسمها ومبلغ 500 ألف جنيه مؤخرة. وأشار إلى أنه عرض عليها كل هذه المبالغ والمقتنيات عرضا قانونيا، وقد استلم إنذار العرض وعلمت به علم اليقين، لكنها لا تريد مستحقاتها القانونية فقط، لكنها تريد أن تحقق ثروة مالية طائلة على حسابه، وذلك على حد قوله. وأضاف فهمي: لم تكن تكف عن الطلبات المادية التي تفوق قدرتي، حيث طلبت مني شراء شقة لها في بيروت بمنطقة تسمى الروشة قيمتها 3 ملايين دولار، وفيلا بحمام سباحة في أحد المنتجعات بالقاهرة بمبلغ 12 مليون جنيه، كما طلبت شراء شاليه في الساحل باسمها لا تقل قيمته عن 6 ملايين جنيه، وشاليه في منطقة العين السخنة قيمته عن 4 ملايين جنيه. تأكدت من سلسلة الطلبات التي لا تنتهي رغم أنها لا تعمل وليس لها مصدر دخل منذ أن تزوجتها، أن زواجنا ليس إلا مشروعا للتربح والكسب المادي والشهرة والاستفادة من مكانة الفنية. وقال: عرضت عليها كافة مستحقاتها القانونية بإنذارات رسمية استلمتها، إلا أنها أرادت تحقيق المزيد من الأرباح قبل أن تخرج من حياتي، سواء أرباحا مادية أو معنوية. الفنان مصطفى فهمي يكشف تفاصيل جديدة حول أزمته مع طليقته اللبنانية. أصدر المكتب القانوني الخاص بالفنان المصري مصطفى فهمي بيانا للرد على طليقته الإعلامية فاتن موسى، التي نشرت أمس اتهامات لطليقها بسرقة متعلقاتها واعترافه بذلك أمام النيابة. وقال البيان: هي التي اقتحمت شقتي وكسرت الأقفال ببلطجية وارتكبت جرائم يحاسب عليها قانون العقوبات، مستغلة عدم وجوده بالقاهرة وسأحاسبها بالقانون ولن أتنازل عن حقي مطلقا. وأضاف مصطفى فهمي: تناقشنا في موضوع الطلاق أكثر من مرة، بعلم والدها وشقيقها على أن يتم بالتراضي بعد أن أصبحت الحياة الزوجية بينهما مستحيلة، وتدعي أني أخذت ملابسها وأحذيتها، فعلى الجميع أن يعلم أني تزوجتها ولديها شنطة ملابس واحدة وطلقتها وهي تملك 18 شنطة ملابس ومقتنيات اشتريتهم لها من أموالي، إلى جانب سيارة جديدة كتبتها باسمها بمبلغ 400 ألف جنيه ومبلغ 500 ألف جنيه مؤخرة، وعرضت عليها كل هذه المبالغ والمقتنيات عرضا قانونيا، وقد استلمت إنذار العرض. وأكد أن فاتن موسى لا تريد مستحقاتها القانونية فقط، لكنها تريد أن تحقق ثروة مالية طائلة على حسابي، فلم تكن تكف عن الطلبات المادية التي تفوق قدرتي، حيث طلبت مني شراء شقة لها في بيروت بمنطقة تسمى الروشة قيمتها 3 ملايين دولار، وفيلا بحمام سباحة في أحد المنتجعات بالقاهرة بمبلغ 12 مليون جنيه، وطلبت مني شراء شاليه في الساحل باسمها لا تقل قيمته عن 6 ملايين جنيه، وشاليه في منطقة العين السخنة قيمته عن 4 ملايين جنيه. وأشار البيان: تأكدت من سلسلة الطلبات التي لا تنتهي وليس لها مصدر دخل منذ أن تزوجتها، وأن زواجها مني ليس إلا مشروع للربح والكسب المادي والشهرة. وأوضح: عرضت عليها كافة مستحقاتها القانونية بإنذارات رسمية استلمتها وتعلم بها علم اليقين، إلا أنها أرادت تحقيق المزيد من الأرباح قبل أن تخرج من حياتي. واختتم البيان: بعد الطلاق عادت إلى مصر وقضت 11 يوما ولا أعرف ماذا فعلت فيهما، وبعد هذه المدة الطويلة تقتحم شقتي ببلطجية ويكسر الأقفال، وقد أقرت في تحقيقات النيابة العامة في البلاغ المقدم مني ضدها بارتكاب هذه الجريمة، كما أثبتت شهادة الشهود ساحة الواقعة، وما زالت النيابة تجري تحقيقاتها.
إعلامية كويتية تهاجم طليقة مصطفى فهمي: الراجل ما يبغيك ولو يبغيك ما طلقك. هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان الإعلامية فاتن موسى طليقة الفنان مصطفى فهمي أثناء كشف الستار عن رأيها في أزمتها. وقالت الإعلامية في برنامجها كشف حساب: هو مش عايزك واللي مش عايزني مش عايزه، أنا بقول الجمهور ما تقفوش في صف واحد منهم، في النهاية دي حياة زوجية وكل واحدة هيطلع هيقول إنه مظلومة، لكن أنا شايف أنها بتستغل الجمهور للشو المنظرة. وأضافت: غلطتك بالأساس ليه تتجوزي رجل بهذا العمر وعنده عدة زوجات وكل واحدة تطلع تتكلم عنه. وتابعت: النهاية أخلاق والراجل ما يبغيك ولو يبغيك ما طلقك، ليك حقوق تأخذيها بالطرق القانونية ولو هو رفض يعطيك إياهم. أتمنى المتابعين ما ينجرفون وراء الأزمة. يذكر أن فاتن موسى طليقة الفنان مصطفى فهمي أطلقت بيانا جديدا ردا على اعترافات الفنان أمام النيابة بطلاقها رجعيا وأخذ بعض متعلقاتها من شقة الزوجية وفقا لكلماتها. هاني رمزي يهاجم زكريا بطرس بعد تصريحاته المسيئة للإسلام: هذا الكاهن مطرود. هاني رمزي نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق علق على تصريحات زكريا بطرس المسيئة للإسلام، وقال: أنا كمسيحي أرفض أي إهانة أو تطاول على الدين الإسلامي. وأضاف عبر صفحته الخاصة بموقع إنستغرام: هذا الكاهن المطرود من كنيستنا لا يمثلنا في أي شيء، احذروا الفتن وتحيا مصر بشعبها المسلم والمسيحي. أول رد رسمي من الكنيسة الأرثوذكسية على تصريحات زكريا بطرس المسيئة للإسلام. في أول رد رسمي من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على تصريحات زكريا بطرس المسيئة للإسلام، قالت الكنيسة في بيان السبت أنه تم انقطاع صلته بها منذ أكثر من 18 عاما وتم نقله بين عدة كنائس وقدم تعليما لا يتوافق مع العقيدة الأرثوذكسية، لذلك تم وقفه لمدة ثم اعتذر عنه وتم نقله لأستراليا ثم المملكة المتحدة. وأشارت إلى أن الكاهن السابق قدم طلبا لتسوية معاشه من العمل في الكهنوت، وقبل الطلب البابا شنودة الثالث بتاريخ 11 من يناير 2003. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات: ما هو سبب المشاكل بين مصطفى فهمي وطليقته؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي. We'll be right back.